السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الفرقة الأولى نظم معلومات، أهلا بكم ومرحبا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وهذا المقرر بمسمى مقدمة في الحاسبات مع التطبيقات، وهو يقدم إلى طلاب الفرقة الأولى نظم معلومات. هذا المقرر يتضمن العديد من المفاهيم، منها الهاردوير، سوفتوير، كمبيوتر لانجويج، البروجرامينج، والأوبريتنج سيستم، النتوركس، نيوماركس، وفلوت شارت، وكتير جدا جدا من المفاهيم اللي المفروض الطلاب يتناولوا معلومات كافية عنها حتى يتمكنوا من امتلاك مهارات الحاسب. الحقيقة انك بتدرس العديد من المواد في هذا القسم اللي هو قسم نظم المعلومات. هذه المعلومات تتناول جانب النظم وجانب المحاسبة وجانب إدارة الأعمال وغيرها من الجوانب، بحيث ان تكتمل شخصية الطالب فيما يتعلق بالعديد من هذه الجوانب. الجزئية الثانية أنه عندك محاضرة بإذن المولى عز وجل دائما كل يوم ثلاثاء. الأسبوع الأول المحاضرة بتاعتك أونلاين، أونلاين يعني هتشوفها على الشانل الخاصة بقناة اليوتيوب الخاصة بالمؤسسة. الأسبوع اللي بعده فيس تو فيس، محاضرة مباشرة بتقسم فيها الدفعة إلى ثلاثة مجموعات، كل مجموعة فيها عدد من الطلاب، لكل طالب تايم معين، لكل طالب وقت محدد، والمفروض ان الطالب يلتزم بهذا الموعد. ولذلك حتى وانت بتسمع هذه المحاضرة اونلاين ببقى انا عارفة كويس جدا جدا مين سمع المحاضرة ومين حضرها ومين استجاب للتساؤلات اللي موجودة فيها، سواء بعد المحاضرة مباشرة او في المحاضرة التالية. المفروض انه في نهاية كل محاضرة انت بتقدم حل مجموعة من الاسئلة، وبيكون عليها جزء من الدرجات، لان هذا المقرر عليه 100 درجة، فيه جزء على الفينالي وجزء على شورت كويتشن او الاسئلة القصيرة او الاسئلة المرحلية. اذا في اسئلة اثناء المحاضرة عليها درجات، وفي اسئلة خلال الترم، وفي أسئلة في نهاية المقرر. بمجرد الانتهاء من المحاضرة أو أثناء المحاضرة لما تقرأها كويس جدا ولما تستمع إليها، من المتطلبات إنك أنت يكون معاك ورقة وقلم وتسجل. أول ما أقول لك هنا سؤال تكتب هذا السؤال. بانتهاء المحاضرة في لازم تجاوب على هذه الأسئلة وتقدمها مكتوبة ومطبوعة في المحاضرة فيس تو فيس ده بشكل مبدئي. يعني النهاردة الثلاثاء 20/10 بإذن المولى عز وجل، الثلاثاء القادم 27/10 هتقدم بحث من واقع ما تم داخل المحاضرة أونلاين. فاجتهد كويس جدا جدا وانصت لهذه المحاضرة، بقول لك تاني يلا انجز بسرعة، انت طالب لسه خريج ثانوية عامة او ما يعادلها، ياريت تستجيب للأحداث اللي بتطلب منك. أول نقطة لازم تسمع المحاضرة كاملة قبل ما تعمل أي حاجة. النقطة الثانية تعيد سماع المحاضرة مرة أخرى وتركز على المعلومات. النقطة الثالثة يكون جنبك نوتة وقلم وتعمل إيقاف مؤقت للمحاضرة وتتابع المعلومات، ثم عند التساؤلات تكتب هذه التساؤلات وتكتب محتوى المحاضرة كأوتلاين، عناصر رئيسية، وفي النهاية تقوم بالإجابة على هذه التساؤلات سواء كانت باستخدام الحاسب ثم الطباعة أو مكتوبة على ورق خارجي، وتكتب فيها الاسم، الفرقة، الشعبة. اسمك ايه؟ بتكتب الاسم بتاعك رباعي، الفرقة الأولى، شعبة نظم معلومات. طيب اوكي، ده أول جزء. نقول أن هذا المقرر باسم مقدمة في الحاسبات، أستاذ المادة دكتورة منال قلب القاسي، درجة العلمية أستاذ مساعد. أنت حضرتك هتدرس 12 محاضرة على مدار ترم كامل بإذن المولى عز وجل.
ال 12 محاضرة دول فيهم منهم 6 أونلاين، 6 أونلاين على اليوتيوب الخاصة بالمعهد، و6 فيس تو فيس يعني مباشر داخل المكان في المدرج الأرضي والتاني والتالت. ولو عندك أي استفسار من أي نوع لا تتردد، أنت طالب الفرقة الأولى من حقك لسه ما التحقتش ومعرفتش المكان ومعرفتش الناس، اسأل ولا تخجل، لأن الحياء مش في العلم، حتى تمتلك المعلومة اللازمة وتصل إليه. إذن أول سؤال بقوله لك، كم محاضرة في هذا المنهج؟ هسألك السؤال لازم تجاوب عليه، هتقول 12. كم محاضرة أونلاين؟ 6. كم محاضرة مباشرة أو فيس تو فيس؟ 6. طيب إمتى أونلاين وإمتى فيس تو فيس؟ أونلاين الأسبوع ده والثالث والخامس والسابع والتاسع. نعد كده، نعد الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحداشر، بقوا كده كام؟ 6. طب المحاضرات فيس تو فيس ده تاني سؤال، كم محاضرة مباشرة داخل مقر المعهد في المدرج عندما يتواجد الطالب وعضو هيئة التدريس معا؟ الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والاثناشر، يبقى عددهم 12 محاضرة. لازم تعرف كويس جدا ان المحتوى الذي يدرس بشكل مباشر والمحتوى الذي يدرس بشكل اونلاين هو محتوى واحد مكمل لبعضه، لكن ده بيناقش الاكسبيرينس فيس تو فيس بالتواصل مع الطالب، وده بيناقش المهارات التكنولوجية اللي هيقدم من خلالها المحتوى التعليمي عن بعد للستيودن. يبقى اول سؤال سألته لك ولازم تجاوب عليه وتسلمه في المحاضرة المباشرة هو، ما عدد المحاضرات اونلاين وترتيبها، وما عدد المحاضرات المباشرة. نيجي للسؤال رقم 2، اكتب ما هي المحتويات التي ستدرس خلال هذا المقر، ما هو المحتوى العلمي الذي سيتم تدريسه خلال هذا المقر؟ ده تاني سؤال. هتقول لي مش عارف، هعرف منين؟ اقول لك ركز. يا ترى هجاوب ازاي على هذه النقطة؟ هجاوب اقول هو انا عندي كم فصل؟ عندي 7 فصول. اذا الاجابة انا عندي 7 عناوين رئيسية في هذا المقر. العنوان الاول هو اساسيات معالجة المعلومات او information processing، يعني كيف يمكن معالجة المعلومات باستخدام الحاسب، وهل يوجد طرق للمعالجة، وما المقصود بالالكترونيك processing for information، ما المقصود بالمعالجة الالكترونية للمعلومات. يبقى اول فصل موجود عندك هو اساسيات معالجة المعلومات. طيب الفصل الثاني، الفصل الثاني الهيستوريكال او التطور التاريخي فور بيرسونال كمبيوتر، بيرسونال كمبيوتر التطور التاريخي للحاسب الشخصي. لما نيجي نتكلم عن التطور التاريخي للحاسب الشخصي لازم نقول فيرست جينيريشن، سكند، ثيرد، فورث، يعني الجيل الاول والثاني والثالث والرابع لمين؟ ليه أجهزة الحاسب. جيل يعني إيه جيل؟ يعني الحاسب مر بمجموعة من الأجيال، هذه الأجيال كانت بتتناول التطور التاريخي للحاسب من حيث الحجم والسرعة والدقة وآلية الاستخدام وانبعاث الحرارة واكتساب الطاقة الكهربائية وعدد العمليات التي ستؤدى سواء كانت حسابية ومنطقية إلى ما لا نهاية. إذن هذا الفصل بيقول الحاسب كان ايه وبقى ايه، كان حجمه كبير جدا جدا ودلوقتي في حاسب ماني صغير، كان بيستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية ودلوقتي اقل، كان زمان لازم يتوصل مباشر في الكهرباء دلوقتي بقى فيه لابتوب، كان زمان سرعته قليلة وعدد العمليات اقل دلوقتي اكبر، زمان كانت لغة البرمجة الوحيدة المستخدمة الماشين بروجرامنج اللي هي لغة الآلة، دلوقتي في NPL معالجة اللغة الطبيعية وهكذا. اوكي، يبقى الجزئية الأولى في الفصل الثاني هسألك حالا، أقول لك
ماذا تعرف عن التطور التاريخي للحاسب الشخصي؟ ماذا تقول؟ هقول والله انه مر باربع اجيال، first second third fourth، اربع اجيال. هذه الاجيال بدأت بحجم كبير وسعة تخزينية اقل وسرعة اقل وماشين لانجوج، ثم تطورت الى صغر حجم الحاسب وانخفاض كمية الكهرباء المستخدمة واستخدام اللغة الطبيعية القريبة او المشابهة للغة الانسان، وإلى ما لا نهاية زي ما هنشوف تفصيليا. طب في بوينت موجودة عندي وهي تصنيف اجهزة الحاسب. يعني تصنيف اجهزة الحاسب؟ تصنيف يعني كلاس، ازاي بتصنف الديفايسز الخاصة بالحاسب. والله انا بصنفها الى اجهزة كبيرة وصغيرة ومتوسطة، ده اول تصنيف. يعني بقول ان في اجهزة حاسب كبيرة جدا وفي اجهزة صغيرة جدا وفي اجهزة متوسطة، ده اول تصنيف. لا، في تصنيف تاني الى حاسبات متعددة الاغراض ومتخصصة الغرض. يعني في حاسبات بتقوم باكتر من جوب وحاسبات بتقوم بجوب واحدة فقط لا غير. اوكي، بس لا، في تصنيفات كتيرة جدا جدا، بس يكفيك التصنيفين دول في المحاضرة رقم واحد. السؤال الرابع، الناس اللي بتسجل، عايزك تسجل عند الاسئلة والطالب المتميز في المحاضرة القادمة يقول يا دكتور انا كتبت كل الاسئلة وجهز ان انا اقولهم بخمس درجات. السؤال الرابع، ما هو؟ ما هي التصنيفات الخاصة بأجهزة الحاسب؟ التصنيف الأول وفقا للحجم، كبيرة صغيرة متوسطة. التصنيف الثاني وفقا لآلية الاستخدام، متخصصة وعامة. أوكي، ده بالنسبة لي الفصل الثاني. طيب لو دخلنا مباشرة على الفصل الثالث، أهم فصل بالنسبة لك هو الفصل الثالث، لانه من افضل الفصول ومن اكثرها سهولة واستخداما. ليه؟ لان انت بتعرفه كويس جدا. كل الطلاب معاها، مش هقول معاها لابتوب، ولا كلها عندها اجهزة كمبيوتر، لكن يأتي السؤال الخامس حالا وسألك اقول لك اللي عنده جهاز كمبيوتر مين؟ 100 واحد 200 واحد 400 واحد. طب اللي عنده لابتوب 50 طالب ويمكن اكتر. طب واللي معاه موبايل؟ كلنا معانا موبايل. اتس اوكي، اي موبايل في الدنيا لو هنتكلم عليه كاحد انواع اجهزة الحاسب، مكون مادي ملموس، يعني بتمسكه في ايديك. انا شايل موبايلي في ايدي، وهذا الموبايل عليه اوبريتنج سيستم اسمه اندرويد او اس. اذا اي حاسب له سوفت وير وهاردوير، ماشي ممتاز. بس كده؟ لا مش بس كده، ده اي حاسب، اي موبايل عليه كيبورد. امال هتكتب ازاي؟ والكيبورد دي ممكن تكون عربي وممكن تكون انجلش. بس لا مش بس، اي موبايل عليه ميموري ذاكره. اي موبايل ممكن استخدم النتوركس شبكة. اي موبايل ممكن عليه ستورج، مساحة للتخزين، وهكذا. اذا هذا الفصل مسار امتحان بنسبة 100%. انتبه، السؤال رقم 6، ما هي المكونات المادية والاساسية فور كمبيوتر سيستم؟ منظومة الحاسب، نظام الحاسب، كمبيوتر سيستم. تتكون من كم نقطة؟ 6، input device، output device، processing unit، storage device، digital storage، and data translator network. ايه الكلام ده؟ وحضرتك ادخال واخراج ومعالجة وتخزين وتخزين رقمي، ثم النتوركس الخاصة بالترافلين. ممتاز. اذا المكونات الأساسية لنظام الحاسب
فيها وحدية خال ثم إخراج ثم معالجة ثم تخزين ثم نتوركس. سؤال للمتميزين، ما أمثلة وحدة الإدخال؟ مين هيقول بدرجتين؟ مين هيقول؟ أنا هقول. الكيبورد، الماوس، تاتش سكرين، مايك، سكانر، لايت بن، جويستيك، ديجيتال كاميرا. لوحة المفاتيح والماوس والقلم الضوئي والماسح الضوئي والكاميرا الرقمية وشاشة اللمس والميكروفون وعصا التحكم، دول سبع وحدات. السؤال اللي بعده، اذكر خمسة من وحدات الإدخال. أنا قلتهم لك، أغششك؟ لوحة المفاتيح والماوس وان، ورجع الفويس مرة تانية واسمع المعلومة وجاوب على السؤال. أوكي طيب، إذا أي نظام حاسب في الدنيا له انبوت وبروسيسنج واوتبوت. انبوت يعني المدخلات، بيتم إدخال البيانات تو كمبيوتر سيستم. ما هي هذه البيانات أو ما هي الداتا؟ هذه البيانات عبارة عن أحرف باللغة العربية والإنجليزية alphabetical، أرقام من 0 إلى 9، من 0 إلى 9، رموز زي أكبر من أصغر من، يساوي ولا يساوي، والأرز الأسهم لأعلى وأسفل واليمين واليسار، سلاش دبل سلاش والبوينت والدوت وعلامة الدولار وعلامة في المية والرفع الأس والعلامة العشرية والأقواس و حاجات كتيرة جدا جدا. السؤال اللي بعده على طول، ما هي البيانات التي يمكن إدخالها الحاسب؟ جاوب بقى بناء على الفويس السابق. طيب تمام، طب أنا قمت بإدخال هذه البيانات للحاسب، هشوفها إزاي؟ هشوفها يبقى سكرين، الفيجن بالعين، يبقى السكرين او المونيتور او الشاشة. ممتاز. طيب مطبوعة برينتد بالطبع او مسموعة بالسبيكر، يبقى ما هي الوحدات التي تستخدم لعرض المعلومات؟ information. إذن داتا، كمبيوتر سيستم، بروسيسنج، ثم انفورميشن. إذن البيانات تحول إلى معلومات باستخدام عملية المعالجة. البيانات يتم إدخالها باستخدام أدوات الإدخال، والمعلومات يتم عرضها باستخدام وحدات الإخراج. وحدات الإدخال زي الكيبورد والماوس وغيره، وحدات الإخراج زي السبيكر والمونيتور والبرينتر. إيه بقى حكاية البروسيسنج؟ المعالجة، معالجة بروسيسنج، يعني إيه؟ اليو بلس سيو إن سي بي يو، سنترال بروسيسنج يونت سي بي يو، اللي هي مخ الحاسب، تتضمن وحدتين أرثماتيك أند لوجيك يونت، وحدة الحساب والمنطق، بلس سي يو كنترول يونت، وحدة التحكم. تعمل هاتين الوحدتين معا لمعالجة بيانات الحاسب وتحويلها إلى المعلومات. أوكي، قمت بعملية إدخال للداتا، عالجتها بالبروسيسنج، شفتها بالأوتبوت ديفايس. لابد من تخزين، أقوم بعملية الستورجينج، التخزين الخاصة بهذه البيانات على وحدات التخزين مثل الهارد ديسك، الفلوبي ديسك، فلاش ميموري، سي ديز، الدي في دي، ثم الكلاود، و
جوجل درايف. السؤال اللي بعده على طول، ما هي الوحدات التخزين التي تصلح لتخزين بيانات ومعلومات الحاسب؟ رقم واحد الهارد ديسك، والهارد ديسك ده يونت أساسية للتخزين موجودة على اللابتوب. رقم اتنين الفلوبي ديسك، كان بقى له فترة كبيرة وموجود على اللابتوب لكن لم يعد مستخدم حتى الآن. الفلاش ميموري، الفلاشة العادية المتعارف عليها، 2 4 6، 2 4 8 16، 32 64، 128. دي السايز الخاصة بالستورج الخاصة بالفلاشة، او السي دي او الدي في دي او الكلاود او الجوجل درايف، ودي حاجات هنتعرف عليها اثناء المحاضرة. ثم النتوركس، الشبكات، الانترنت، الايميل، سيرش انجن، سيرش باي انترنت، اللي هي جزء الخاص بالشبكات. اذا هذا الفصل بمسمى المكونات المادية للحاسب، المعلومات اللي فيه تفصيلية جدا وهناخدها بالتفصيل. وننتقل مرة ثانية الى الفصل الرابع، وهو Number System for Computer، النظم العددية للحاسب. النظم ايه؟ العددية للحاسب، يعني الحاسب بيتعامل بالبيناري سيستم او بالماشين لانجوج 0 and 1، لا يفهم الا 0 and 1، 0 off و 1 on. 0 تمثل انقطاع التيار الكهربائي عن الحاسب، و1 تمثل اتصاله. وتوجد نظم اخرى، الديسيمال، اوكتال، والهكسا ديسيمال نامبر سيستم، اي النظام الثنائي والعشري والثماني والستاشر. وسؤال، ما هي نظم الاعداد الاساسية بالنسبة للحاسب؟ 4 and 0. شفرات الحاسب او الكودينج، او ازاي تعمل ريبريزنتيشن للداتا الخاصه بالكمبيوتر سيستم، عندك elements، عندك methods خاصه بتمثيل هذه البيانات، وعندك الشفره الاساسيه شفره الاسكي اللي بتعمل بها الحاسب، وما علاقتها بنظام البيتس والبايت وتمثيل البيانات التي يتم ادخالها الى الحاسب، سواء كانت حروف باللغة العربية أو بالإنجليزية أو رموز أو إشارات أو صور، كيف تمثل هذه البيانات وفقا للحاسب؟ ده اللي هندرسه في محاضرة خاصة بهذا الفصل. ثم الفصل السادس، كمبيوتر بروجرام، برامج الحاسب. ما احنا قلنا للحاسب هاردوير وسوفتوير. هاردوير اللي هي المكونات المادية، input output وprocessing ونتورك وstorage وwhatever. software يعني البرامج. البرامج عبارة عن operating system، نظم تشغيل، والجزء الثاني اللي هو الابليكيشن بروجرام. الابليكيشن بروجرام بتنقسم الى البروجرامينج الخاص بالحاسب بالابليكيشن بتاعتها، و بروجرامينج لانجوج لغات البرمجه. اذا الجزئيه دي جزئيتين، ابليكيشن برامج تطبيقيه، ولانجوج بروجرامينج لغات البرمجه. السؤال، ما هي اللغه الوحيده التي يفهمها الحاسب؟ ماشين لانجوج. ماشين لانجوج لغه الاله، لغه الزيرو والان، لغه البيناري سيستم. وكل اللغات التي يتعامل بها الإنسان مع الحاسب تحول إلى الزير والوان. في هذا الفصل لازم تعرف كويس جدا جدا تطور التاريخي لبرامج الحاسب، للغات البرمجة، الكلاس الخاصة بهذه البرامج، إزاي تعد برنامج، إزاي تعد فلوت شارت، خريطة تدفق، والأبليكيشن الخاصة بها، والكودينج الخاص بأي برنامج خاص بالحاسب. ريفيجن، المحتوى الذي سيدرس في هذا المقرر يتضمن مجموعة من الفصول، أهمها Information Processing، ثم Computer Generation،
ثم hardware and software for computer system and numerical system for computer ثم programming code أو الشفرات الخاصة بـ computer system language programming أو programming of language and application program وفي النهاية في تطبيقات شاملة. ده كان مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة. تابع المحاضرة كويس جدا، انتبه لكل معلومة، اديتك أسئلة كتير جدا، جاوب على الأسئلة من جوه المحاضرة واكتب هذه الأسئلة ثم جاوب عليها بعد ما تسمع المحاضرة بشكل كامل أولا، ثم تتابع حل هذه الأسئلة ولا تخجل وما تقولش أنا أحل غلط وبرضو زميلك هيحل غلط، لكن الهدف هنا هو نتأكد من متابعتك. أي سؤال ممكن تستفسره عن أي معلومة، وتؤجل هذه الأسئلة وهذه التساؤلات للمحاضرة القادمة يوم الثلاثاء مباشر بالمقر بإذن المولى عز وجل. وأشوفكم على خير وعام سعيد مرة تانية، وإن شاء الله عقبال التخرج بإذن المولى عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.